على الجبهة الجنوبية الحرب قائمة والناس يعيشون رعب القذائف والصواريخ، ولكن في العاصمة تبدو الصورة مختلفة تماما، فالناس على الكورنيش يستمتعون بالطقس الجميل وهواء البحر، يمارسون الرياضة، يحتسون القهوة ويركبون الدراجات الهوائية، وكأن الحرب الدائرة هي في بلد آخر. لكن هذا المشهد لا يلغي مشاعر القلق والترقب لدى المواطنين. عقب الأزمات المتلاحقة التي ضربت لبنان، تحول المواطنون إلى محللين سياسيين واقتصاديين، ولكن في الظروف الحالية تحول المواطنون إلى خبراء عسكريين واستراتيجيين. فماذا يقول هؤلاء عن احتمالية الحرب الشاملة من عدمها؟ انقسام في الآراء كما هو متوقع، فالبعض يضع ما يجري في خانة المناوشات فقط، وهناك من يمثل رأيا أكثر تشاؤمية. بحس أنه القصة لعبة جيوبوليتيكية ما حتطور لأكثر من مجرد مناوشات على الحدود يعني. لا، لأنه المعطيات السياسية العامة والارتباطات الخارجية ما بتأدي إلى حرب بلبنان. 80% في حرب. في عنا مقاومة قوية وجاهزة وبتقدر ترضع إسرائيل. إنه بين الآية وبين لا. في حرب. هلأ لا، ما حيصير حرب لأنه بعده السيد حسن بعده ما طلع حكى. بس يطلع بده يصير في حرب؟ أكيد. أنا بعتقد ما في حرب، لأنه هدول عم يشدوا بالحبل من عندهم، والجماعة التانية عم يشدوا الحبل من عندهم. يعني إذا استمر الوضع هيك أكيد. بين. الخوف اللي عايشينه هيدا حرب، هيدا بحد ذاته حرب يعني، إن شاء الله بتقطع. يعني احتمال 50%. التعاطف مع غزة هو الجامع الوحيد. فلسطين يعني إن شاء الله بتضل حرة، بس عم تنظلم كتير. في ظلم يعني، في ناس أخذين لأرضها لازم أرضها ترجع لها. الأجواء المتوترة والحديث الدائم عن الحرب لم يؤثر في بعض السياح. قبل الأوضاع أجينا وضليتكم هلأ رغم المشكل. وضلينا رغم المشكل قاعدين. ولعل رأي هذا الطفل يصيب في نهاية المطاف. في حرب أو لا؟ لا. آراء الناس لا تمثل بالضرورة حقيقة الواقع الأكثر تعقيداً الذي تمر به المنطقة، لكن الرجاء يبقى دائماً بالسلم والسلام.